السلام على أحرار العرب جميعا وخاصة الشباب منهم، والسلام على الشعب الفلسطيني المقاوم، وعلى المقدسيين المرابطين في المسجد الأقصى. السلام على شهداء المقاومة وعلى رعيل المجاهدين الذين ضحوا بحياتهم على هذا الطريق، وأخص بالذكر الشهيد الشيخ أحمد ياسين والشهيد السيد عباس الموسوي والشهيد فتحي الشقاقي والشهيد عماد مغنية والشهيد عبد العزيز الرنتيسي والشهيد أبا مهدي المهندس، ثم القامة الرفيعة لشهداء المقاومة الشهيد قاسم سليماني. وكل واحد من هؤلاء بعد حياتهم المعطاءة المباركة قد ترك بشهادته آثارا مهمة في بيئة المقاومة. إن مجاهدات الفلسطينيين والدماء الطاهرة لشهداء المقاومة استطاعت أن تحافظ على هذه الراية المباركة مرفوعة، وأن تضاعف مئات المرات القدرة الذاتية للجهاد الفلسطيني. إن الشاب الفلسطيني كان يدافع عن نفسه يوما بالحجارة، واليوم فإنه يرد على العدو بإطلاق الصواريخ الدقيقة. المجاهدون الفلسطينيون يجب أن يواصلوا باقتدار نضالهم المشروع والأخلاقي ضد الكيان الغاصب، حتى يرضخ هذا الكيان لقبول هذا الاستحقاق والاستفتاء. تحركوا بسم الله إلى الأمام، واعلموا أنه ولينصرن الله من ينصره.